مستشفى الثورة بتعز في محاولة إنعاش جديدة يفتتح مركز العظام الجراحي بدعم من التحالف العربي. افتتح مؤخرا مركز جراحة العظام والتشوهات الخلقية في هيئة مستشفى الثورة بدعم من مركز الملك سلمان وأيضا ميزانية تشغيلية من الحكومة. حالة العظام في تعز تشكل حوالي 70 إلى 80% من الجرحى المدنيين والعسكريين. هذا المركز سيستوعب كثير من الجرحى، مركز بسعة 30 سرير، 3 غرف عمليات، سيستقبل باليوم ما لا يقل عن 8 إلى 10 حالات من الجرحى العظام. بميزانية تشغيلية بلغت 48 مليون ريال، ستقدم شهريا للمركز للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الصحية المتدهورة في المدينة. سيجري استقبال جرحى الحرب وتقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء العمليات بشكل مجاني. تم الافتتاح يوم أمس وتم إجراء عمليات جراحية كبيرة وتستمر اليوم الفعالية، حيث تم إجراء عملية معقدة اليوم تم من خلالها زراعة عظم أو نقل عظم الشظية إلى الفخذ، ولا زالت إجراء العملية من قبل الأخصائي والمساعدين. وهذه الخدمة أو الافتتاح المركز بهذه الإمكانية سيساعد كثير من الجرحى لعمل العمليات اللي هي المعقدة والبسيطة، بالإضافة إلى كمان التشوهات الخلقية. افتتاح هذا المركز يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد أن تم توفير الكادر اللازم له من الأطباء المتخصصين وكذلك الأجهزة اللازمة لإنقاذ الجرحى مع تزايد أعدادهم بسبب الحرب التي تشهدها المحافظة. يعد افتتاح هذا المركز خطوة إيجابية كما يقول المختصون هنا، حيث سيسهم في تخفيف الكارثة الصحية التي تعيشها المدينة، فيما يأمل القائمون عليه استمرارية دعمه ليستمر في تقديم خدماته. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.